هاي هاي ازيك؟ الحمد لله. دكتورة ريم نعمان، دكتورة جلدية وتجميل، منوراني. عايزة أول سؤال أخش عليكي سخنة كده. أول سؤال، تقدري توصفي نفسك بثلاث كلمات؟ ده عمق على طول. هحاول. I think أنا شخص resilient، حقيقي، emotional. يعني ثلاث كلمات من اللي بحبهم. اوكي. ايه اللي خلاكي تختاري التجميل؟ اوكي. الاول اللي خلاني اختار التجميل لما اخترت الطب عموما، كان نفسي من الاول اصلا ان انا ابقى دكتوره ويبقى عندي رساله وبعالج الناس والكلام اللي واحنا صغيرين كبرنا عليه، وانجلز اوف ميرسي والحاجات دي كلها. اند ذن وان اي وانتد تو تيك بقى التراك التاني ده، كان بيست ان انا كنت عايزه ابقى جراحه، وبابايا طبيب انف واذن، جراح انف واذن. فاخدت رايه قلت له، قال لي بص يا ريم، ده انت في البلد بتاعتنا صعب قوي ان حد يثق في جراحه ست. طب انت ايه اللي مخليكي عايز تبقي جراحه؟ قلت له عايزه اشتغل بايدي، انا مش عايزه ابقى دكتوره باخد كشوفات وكده. I love working with my hands and I love seeing results، واشوف الناس هي شايفه النتيجه ومبسوطه وحاسه ان انا عملت لها a big change في حياتهم يعني. فقال لي انا مش حاسس ان الجراحه، فابتديت اشوف where I can find it in me. لقيت ان فكره الجلديه والتجميل فيها جزء كبير جدا skillful بايديا هشتغل بيه، وهانترفنت، وفي حاجات بنحطها زي الخيوط او انجكشنز او 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 فيها سكيل كبيره قوي. فحسيت هتعمل لي ساتسفاكشن ده، وال احافظ على فكره ان كنت فاكره ان حياتي السوشيالي مش هتتاثر، لانه الجراح ما بيروحش بيته بس، المفروض سبوزنجلي دكتور الجلديه ده بيروح بيته بس، النتيجه احنا ما بنروحش بيتنا. بس عندك لحظه في الكارير ده ندمتي على الاختيار؟ ندمت؟ لا خالص. انا اصلا مؤمنه ان كل حاجه بتحصل احنا بنتعلم منها حاجه، فانا مش حاسه ان انا ندمت. يمكن كنت حسيت ان انا كان مفروض اخد الخطوه قبل شويه، لكن ما ندمتش على حاجه خالص. انا دايما مؤمنه كل حاجه حصلت لنا وصلتنا للحته اللي بعدها اللي احنا فيها النهارده، اللي هي اكيد احسن. انا النهارده لو هتساليني كنت اتخيل انا فين النهارده؟ not in my wildest dreams. فأم grateful الحمد لله. ايه اكتر لحظه، ايه لحظه تقدري تقعدي تفكري فيها كده وتقولي ايه ده انا فخوره جدا بنفسي؟ كنت لسه عامله لاولادي الحركه دي، عملت لهم جار في البيت وقلت لهم let's call it the happiness jar of 2024، ونحط فيه ال proud moments اللي خلتنا نسمايل. في اوقات بيبقى مع ولادي اما بحس ان هم حققوا حاجه كويسه اثبتت ان انا ربيتهم صح، بحس ان this was a proud moment. طبعا في اوقات ما عملت فيها achievements في الكارير، عملت line جديد، I invented some kind of a technique كده في شغلي، والكلام ده الناس accepted it وقدمته في مؤتمر في باريس. On stage at that moment انا اتعلمت حاجه انا ما كنتش بتعلمها خالص، is to be present. انا كنت دايما سايقه القطر ومش موجوده خالص. يعني اللي بتحصل الحاجه وانا مش حاساها، فابتدت الثيرابيست تعلمني فكره ريم حاولي تبقي بريزنت، يو ميسنج ا لوت اوف مومنتس عشان انت سايقه بسرعه قوي طموحك وانشغالاتك و و يو ميسنج ذا جود مومنتس، مش حاساها. وده اللي كنت بحسه، وانا ليه مش بحس بحجم الحلاوه؟ فات ذس مومنت اون ستيج يس بتحسي كده كتير. صح. احنا بنجري بسرعه قوي وفاهمين احنا بنجري عشان نوصل لحته احنا بنحبها، احنا بنلاقي نفسنا ما عدناش، ما حسيناش بالظبط. ف at this moment انا كنت on stage، انا بالظبط for couple of seconds غمضت عيني to capture the moment، لان انا محتاجه ان subconscious بتاعي يجي في الصوره دي وتتخزن، عشان probably لو ما عملتش ده انا هنزل وما حسيناش. وهتحسي انه I think ده ممكن برضو يكون يعني دلوقتي وانت بتتكلمي انه بيغذي حته انه انا ما عملتش حاجه، او انه انا لسه ما عملتش حاجه، ده لسه فيه كتير. صح. اللي هو الطموح اللي على الفاضي برضو. بالزبط. يعني بيبقى فيه طموح كده ممكن يكون سام سنه. صح. ايه تعريفك عن النجاح؟ انا شايفه ان النجاح ده هي قدرتك على انك تحطي لنفسك هدف ايا كان، مش لازم يكون كارير خالص على فكره، وتحققيه.
يعني هدف انك هتربي ولادك بشكل معين فتحققيه، هدف انك تعملي علامة معينة في حياة حد، هدف انك تسيبي legacy. لو حققتي دول you are successful. وبتحدديهم على اساس ايه؟ my vision. وساعات على فكرة بحس في فترات من حياتي، تعرفي يعني النجاح بيتغير خالص. ازاي؟ في اوقات كنت في بيك النجاح بتاعي وكنت حاسة ان انا مش مبسوطة خالص، انا كنت فاكرة ان النجاح ده هيحقق لي سعادة، فما لقيتش ان السعادة. ايه تعريف النجاح بالنسبة لك يعني؟ هو زي ما انا بقول لك ان انا احقق fulfillment معينة ده. انا حطيتها هدف لنفسي. بس هل هي مثلا حاجة مادية، حاجة معنوية، حاجة مع ولادك؟ انا حاسة انها مش مادية خالص. انا حاسة هي مور حاجات مش materialistic، حاجات انت تحسيها من جواكي. حققتي ده، انا النهارده انا حاسه ان انا سكسسفل بيكوز اي ام، انا قررت ان انا اعمل كذا 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 في الكارير بتاعي وحققته، انا شايف ان انا سكسسفل. بكره ممكن تلاقيني الحته دي مش هي اللي جايه على هرموناتي، فانا مثلا قررت ان انا هقيس نجاحي بجوده تربيتي لاولادي، فاذا نجحت في ده هشوف نفسي سكسسفل. وده اللي كان بيهزني كتير، انه كنت بحس ان السكيل بتاع الشغل ده سكسسفل قوي فيه من وجهه نظري. حققت تشيك بوينتس انا كنت حطاها لنفسي من وانا صغيره. دي بقى بيز على حاجات كتير. لو انت بتساليني عملت الديفينيشن اوف سكسس، ده هو اتعمل على مراحل. في اوقات وانا صغيره كنت بحس ان انا عايزه ابقى سكسسفل كده، انا بحب فكره ان الناس تبقى شايفه ان انا ناجحه ومتشافه ومتقدره. Maybe I was feeling I needed this by that time. وكملت معايا وانا مش واخده بالي. I'm still asking myself. I'm daring to ask the question by the way. بس فدي كانت فيز. بعدها فيز تانيه، لا ده انا كده حققت مايلستون حلوه قوي، انا هقف هنا. لا ده انا النجاح بالنسبه لي حتة أعلى بقى. لا هو أنت عايز تفضلي بقى دكتورة بس كده في بلدك؟ Why don't it go viral and you go international and become the first doctor تعمل بلا بلا بلا. ويبتدي الحلم يكبر يكبر يكبر. بس زي ما بقولك بقى، أنت بتتشدي فيها شدة وتقفي فجأة تتخضي. يعني it happened to me when I opened my clinic 2 years ago. This was a dream بالنسبة لي، كان حلم عشانه يعني، انه هفتحها بالشكل ده وهعملها وهعملها. تخيلي ان انا لما فتحتها بعدها بشهرين تقريبا جالي احساس من الدبريشن مرعب. فكل اللي حواليا كمان مش مساعديني، مش فاهمين انت اكيد هبله يعني. انت عملتي كل حاجه، عملتي كل حاجه وشكلها بيرفكت. انا واز ريلي ديبرست وكنت مش عارفه انا ديبرست. عرفتي ليه؟ My interpretation للموضوع انه I was driving full speed and focusing on only one point. فما وصلت لها اترجيت خلاص كده. فجت كل الاحاسيس اللي انا دافساها طلعت. طيب لو هنتكلم على الطموح، عشان ده حاجه من الحاجات الفتره اللي فاتت دي برضو بفكر فيها جامد قوي، انه الطموح محتاج فرمله. طبعا كنا دايما متربيين على انه الواحد برافو انه يبقى طموح، وانه دايما في اكتر ودايما في احسن. بدات احس انه مش بدات احس يعني، قصدي هو كل البودكاست كله حوالين البالانس، وانه ده مش بصراحه مش حاجه صح طبعا. يعني مش شايفه انه هو، انا شخصيا مش شايفه انه هو حاجه صح. بس ازاي تقدري تشدي فرامل الطموح وفي نفس الوقت من غير ما الواحد يبقى بليد في تفكيره يعني؟ 100%. بصي انا شايفه ان ده في الاول it requires a lot of awareness. احنا اصلا لازم نبقى مدركين ده. يعني انا لو هقيس على نفسي، انا ما كنتش عندي ادراك كافي. انا كنت ماشيه وماشياني الدنيا. بعدها يمكن مع سني لما كبر، مع خبرتي في الحياه، ابتدى يبقى عندي وعي وادراك مختلف. فابتديت مش عارفه ايه اللي انا فيه، بس هو مش مريحني. يعني في حاجه غلط انا عاملاها. لما تمشي يعني دايما، حتى I like to say this saying ان احنا لازم نقسم حياتنا كبالانس لتانكس يعني. وده كان في كتاب واحده صاحبتي، ان هو تظبطي تانك الصحاب، تانك علاقتك مع ربنا، تانك الاهل، تانك الشغل. ساعات في حياتنا بتعدي سنين بنملى تانك على اخره وبننسى بقيه التانكات. And this is what happened to me، انه مليت تانك الشغل جامد قوي، اهملت في صحتي قوي، اهملت في ازاي باخد بالي من نفسي. I missed a lot of nice moments مع اهلي ومع اصحابي. فيمكن ده اللي ساعتها جاب لي depression، مش عارفه. بس حسيت ان الطموح
وداني في السكه دي. انت ايجر قوي وطموحه قوي، بالراحه على نفسك على فكره. اولا مش تاخدي غير اللي كاتبه لك ربنا، ثانيا انت ممكن تعملي طموحك بس بيس ابطا شويه، احنا كمان بقينا عايزين كل حاجه بسرعه قوي. هو في احساس السبق يعني، قصدي دايما احساس برضو احدى الاسباب ان احنا ليه بنقعد القعده دي، انه دايما في احساس السبق ان انا متاخره، متاخره على حاجه. بس هو ما فيش حاجه اسمها كده. يعني للاسف الشديد ده بيبقى احساس واحد بيجيبه من اللي حواليه. ممكن تبقي قاعده بتتفرجي على انستغرام، يور سكرولينج كده ماشيه حاجه ورا حاجه، فتبتدي تحسي ان ايه ده، ده بيعمل كذا وده بيعمل كذا، ده بيعمل كذا، انا ازاي ما بعملش كذا بالظبط. فاهمه؟ وهنا تبتدي يبقى تخش طاقه سامه كده شويه، انه لا انا متاخره، انا لازم ان انا اعمل حاجه. بس فاهم زي ما انت قلتي، هو الوعي كلمه كبيره جدا. وعايزه اعرف معناها ايه بالنسبه لي. الوعي بالنسبه لي ان انت تستوعبي، او الوعي هو فكره ان انت تبقي شخص مستعد يسال اصلا. يعني في ناس بيبقى مش مستعده انها تسال، فما بتوصلش لحته الوعي دي اساسا. فكره الادراك، الوعي بيبقى دايما معاه ادراك، وبيبقى دايما معاه برضو acceptance to change. هو ده اللي بيخلي عندك وعي. انا ممكن ادرك حاجه وما اعملش حاجه بيها، خلاص it is what it is، وانا في مكان. فانا بحس ان الوعي دي حاجه بتغير حياتنا. كان ايه، هل دي حاجه انت حاسه ان انت اشتغلتي عليها بوعي، ولا هي كانت لحظه معينه في حياتك هي اللي شفتت وعيك بالحاجات اللي بتحصل حواليك؟ الاثنين. انا اشتغلت عليها زي ما كنت بقول لك، ام سمون هو دير تو اسك، على طول بسال نفسي وانا عملت كده ليه، وانا اتصرفت في الموقف ده ليه، وانا صح. فيها حته وحشه قوي فيا اللي هي الجلد ايشو رهيب، انه على طول بانب نفسي. بس الناحيه الثانيه وصلتني لده، فده جزء كبير قوي ساعدني في الجيرني دي، وان انا كنت مستعده اسال واعرف الاجوبه. ولما وصلت لفكره الوعي ده، طب ها فين الاكشن بلان لما في وعي؟ طب يلا ليتس تيك ات. بس لو هتقولي انها كانت تيرنينج بوينت في لحظه في حياتي، لا، كانوا لحظات they piled up into a moment كان فيها اكشن كبير. هل تعتقدي ان في لكل انسان رساله في حياته؟ 100% جدا. وهو ده اللي بيخلينا اصلا لازم نقعد نسال نفسنا. انا سالت نفسي كتير قوي الموضوع ده، هو انا هنا ليه؟ طب يا رب انت نجحتني النجاح ده عشان انت عايز مني حاجه، ما هو مش صدفه. انا سعيت وعملت اللي عليا و I did my best as I could، بس في زي ساعوا كتير جدا وممكن ما يكونوش وصلوا لنفس النقطه. يبقى اذا انت في عندي حاجه انت عايزني اوصل بيها رساله معينه. So I keep on asking this. وعرفتي الاجابه؟ I think it's a journey. بس عرفت منها شوية حاجات. عرفت انه انا في المكان ده عشان عندي حاجة ممكن اعلمها لغير. طب ما يمكن انا في مجالي ده بقيت في حتة معينة متميزة عشان اعلم غيري. مسؤوليتي ان انا اعلم الناس، الجيل اللي تحتية، دي رسالة. رسالة ان انت تبقي بتدي، ولو حد واحد من اللي بيسمعنا النهاردة بتديله hope، بتديله أمل he can go on. ومش بنقول كلام صعب في أبسط الحاجات، مش لازم في كارير، في نجاح في حياة، في نجاح مع أصحاب، في نجاح في علاقة. ممكن أكون one of my roles إنه عملت ده ووصلت الحتة دي بعد حتة وحشة كتير قوي وصلت لها، عشان أدي ولو شخص واحد بس قاعد بيسمعني هوب. فميبي ده احكي لي على العقبات. يعني أكيد كلنا بنمر بلحظات، يعني أنا بسميهم لحظات الخوف والشك. يعني حبايبي دول بيجوا كل فتره كده، لازم بيقعدوا معايا. بس لازم الواحد بيكمل، او ما اعرفش ليه لازم، بس يعني الحمد لله ان الواحد بيعرف يكمل. فهل بيقولك اللحظات دي وازاي بتكملي؟ بيقولي كتير قوي اكشلي. انا ناس كتير بتقعد تسالني هو انت ازاي لحد دلوقتي بيجيلك لحظات الخوف ده. انا اصلا للاسف جزء كبير قوي من الدرايف بتاعي في حياتي هو الخوف. But this is something I'm working on. يعني بخاف من كل حاجة. فالخوف ده بيخلي ساعات بيبقى حلو. انت بتبقى عندك الخوف ده بيخليكي درايف، تبقي عايزة تبقي اشطر، تبقي عمرك ما تشوفي نفسك جامدة. انت عايزة لا انا قدامي حتة كمان I can work to be better. دايما بتجراوند يو، بتخليكي ما تشوفيش نفسك وياكلك الايجو كده. بس هو عايز له بس معادلة، يا اما يبقى very toxic يعني. فيس I had many moments of doubt and fear كتير قوي. وبتعملي ايه عشان تعدي؟ سيلف توك.
كنت بكلم نفسي وكنت عارفه اللي بتقوم قافله مناخيرها كده ونطه، بقوم واخده القرار ان انا هعمل كده، ماليش حل يعني خلاص مفيش. لو قعدت اوفر ثينك بروبلي اي وونت دو ات، الا في قرارات كبيره قوي زي ما مثلا جيت افتح العياده it took me like 3 years to take the decision. في الوقت ده كل الناس بيقولوا هو انت ازاي ما بتاخديش القرار، مش قادره اخده خلاص سيبوني، انا خايفه، انا حاسه ان انا لوحدي مش هقدر انجح، انا هفشل، فانا خليني شغاله تحت حد احسن. كنت خايفه دايما في ال يعني برضو حاجه من الحاجات اللي نفسي اغيرها يعني في التفكير، انه الخوف الواحد لازم يسد زي ما تقولي كده يسد مناخيره وينط. بعدين اكتشفت ان هي برضو قاسيه شويه. طب انا لو انا خايفه، طب ما اطمن نفسي اخد الخطوه. مش لازم ان انا ابقى جاهزه 100%، بس مش لازم ابقى مرعوبه. فاهم قصدي؟ في بالانس في الحته دي، انه دايما يقول لك لا، لما يجي لك الخوف عديه، عشان دايما في بعدها في فرج او في حاجه، في وسع يعني. ودي حقيقه. بس حقيقه شديده يعني. طب ما انا ممكن استنى لحد ما ابقى مش مرعوبه بس خايفه 20%. صح. فاهم قصدي؟ مش خايفه 80% يعني. وفي الاخر دايما اي ثينك الحاجه اللي بتطمني زي ما انت قلتي في الاول، ان هي توقيت ربنا. يعني هو محدش بياخد، مفيش حاجه بتحصل غير بمزيكتها بالظبط، وقتها وفي مزيكتها يعني. 100% اي اجري. بصي انا شايفه ان الخوف زي الجريف عندنا هنا في الكالتشر بتاعنا، الاثنين دول دايما من واحنا صغيرين ما بيسمحولناش بيهم عموما. فدايما لا ما تخافيش، خليكي جدعه، مش عارفه ايه، ما تعيطيش، قومي على رجلك. الحاجات دي من الحاجات اللي اما كبرت فهمتي شد ليت ات سينك ان. حتى الجريف طبعا، سبيشلي الجريف. يس 100%. يعني سنس انك فتحتي حته الجريف دي، حاجه من الحاجات اللي قريتها وفرقت معايا جدا، انه الواحد بيحزن على قد ما حب. فحسيت ان هي حاجه جميله جدا ان الواحد يعني بتدي حق الحاجه او حق الشخص او حق فاهمه، تدي له حقه في ان انت تقعدي في حزن. بالظبط. ودي مساحه مش وحشه، ما يعني ينفعش نعملها ديليت. مشكله ان احنا بنحاول دايما نعملها ديليت، ودي اكتر حاجه غلط. يمكن مش متعودين ان احنا نحس بالمشاعر مش هنسميها سلبيه، بس المشاعر اللي هي مش جميله. صح. بس خلي بالك ده بيبقى سبب كبير قوي بعد كده لتصرفاتنا الغلط الكبيره جدا اللي بنقعد نعملها بعد كده، وبنبقى مش فاهمين هي جت منين. وغالبا ده بيبقى لانه undigested grief. صح. واعتقد هو ده الوعي يعني. احنا الاتنين اللي فاتوا دول اعتقد انه يعني هو ده الديفينيشن بتاع الوعي. ان صح. الواحد يبقى واعي لمشاعره جايين ليه ورايحين فين. صح. انه مش ماشي من غير اي نوع من المفهوميه يعني للنفس طبعا يعني. بس انت شايفه ان الوعي ممكن يجي في حد اصغر مننا شويه؟ انا حاسه لو مثلا بنتكلم عن المراهقين would they reach such a phase. يعني انا دايما بتكلم على قد ايه انا منبهره بالجين زي، عشان هم جيل عنده وعي من غير ما يشتغل عليه. هم مولودين بالوعي ده. ففي حاجات كتير قوي احنا جيلنا اللي هو مش عايز يكبر ده لازم بيشتغل قلبا وقالبا ان هو يقدر يفهمها ويدركها. هم مولودين بيها. وبشوف ان دي نعمه طبعا، نعمه كبيره جدا. صح. وحاجه لينا احنا نتعلم منها. صح. يعني دايما بحس ان انا بتعلم لما بتفرج على بنتي، وحتى في سنها لا بتعلم طبعا جامد قوي. وانا كمان ساعات بقول يا بختهم. طبعا. يعني ايه ده، هو كان ممكن يبقى بسهوله دي؟ امال انا هو انا اللي مست انا ضيعت كل الفرحه دي ليه؟ كله بفكر ان انا ممكن ما ابقاش خايفه ولا ابقى خايفه. لا قلت له العيال دي طالعه من غير اي. بالظبط. طب ماشي ارزاق. بالظبط. لكل جيل سبب، وكل جيل يعني حاجه معينه بتميزه يعني. صح. اعتقد يعني. طيب دلوقتي انا عايز اسالك على حاجه برضو. هل في شخص او شخصيه عامه كان بتلهمك في حياتك؟ اشخاص كتير يعني، مش حد معين صراحة. في يعني في public figures كنت بحب بسمعهم واستفيد منهم، زي سير مجدي يعقوب طبعا as a doctor. هو كان
always my mentor. عايزه اشوف وافهم الراجل ده عمل الليجندري ستوري دي ازاي، ما هو حكايه ما تتكررش وما اتكررتش فعلا. عايزه افهم من الناس اللي بالنسبه لي، وده مور دلوقتي مع وجود كمان البودكاست فبقيت اشوف الانسان عزه فهمي. مش معقول، ذا مور اي لاف. يعني كانوا كنت بشوف انسبيريشنز، يعني كنت دايما اي شخص ناجح كان عندي لمبه بتنور، سبيشلي لو هو ناجح بهيومانيتي. في ناس بتنجح من غير هيومانيتي. فالاشخاص اللي كانوا دايما اوبرا، يعني من وانا صغيره كنت دايما احب اتفرج عليها، وبعت لها وانا تينيجر ايميل قلت لها one day I'll grow up and I'll be in an interview with you. كنت بعشقها، بشوف ازاي الست دي شاطره بتعمل انترفيوز، بتخلي الناس speak out about their fears and at the same time she's doing a lot of charity. فبالنسبه لي she was one of the inspiring figures as well. And many many كل شويه بيجي حد، حتى دلوقتي بقى فيه في جنريشن صغيرين بنات كتير قوي very inspiring، يعني on so many levels كل واحده فيهم باخد منها حته او كل حد فيهم باخد منه حاجه. طيب لازم هنتكلم بقى دلوقتي عن الجمال. يعني مش هينفع نعدي القعده دي من غير ما نتكلم عن الجمال. ايه معنى الجمال بالنسبه لك؟ معنى الجمال بالنسبة لي احنا بنتكلم الجمال فيتشرز، انه راحة، انه الوش لما تبصيله ترتاح او تحس انه شخص soft، ملامحه homogeneous and soft، مريحة. مش بحب احس الهارش impression ده كجمال الشكل. يعني جمال الروح بقى ده يتقال في اشعار. And you feel it the first minute. هل الشخص اللي مستريح من جواه هل بيبان فعلا على وشه؟ 100% طبعا. انت في ناس ممكن يخشوا عليكي انت بتساليها مالك؟ انت you look very tired، you look very stressed. طب ازاي كلمه you look very stressed ازاي بانت على وشها انها stressed؟ فلا it's always the case، it reflects. وخلي بالك ده اصلا دلوقتي النيو ايرا بتاعنا كله، احنا دلوقتي we are very shifting the mindset of the whole aesthetic field into the holistic approach. ما ينفعش تبي بتيجي العياده تقعدي تحقني في سكين بوسترز وحاجات تعمل لك جلو من جوه، الدنيا بايظه خالص. You have to work on it. وانا نفسي ابتديت اقتنع بده. يعني كنت هديكي اكزامبل، مثلا I have an identical twin sister. اختي is eating healthy، بتتمرن، واخده بالها قوي من نفسها، يعني she's very meticulous. انا شخص مهمل جدا بطبيعه شغلي، بطبيعه ان انا ما عنديش وقت، مش باكل صح، I forget my supplements، I work a lot، ما بشربش ميه خالص. يجي بقى سكين بوست. عيب عليكي. صح؟ انا معترفه. I'm working on it دلوقتي. هو دايما باب النجار مخلع. على طول. يعني انا قاعده اقول لهم ما تحطوا، مش عايزه 16 خطوه سكين روتين، انا عايزه 3 خطوات وحقنتين، اسهل بكتير. صح؟ بدل ما عنديش وقت. And this is something now I'm realizing I want to work on. انا عايزه ادي الوقت لصحتي، انا عايزه ادي الوقت لنفسي. انت فرمتيها كده ليه؟ يعني فرمتها ودوست عليها دوسه، فبس I'm in the phase where I'm ready to evolve in this part. يعني هو غريبه برضو جدا ان ده المجال بتاعك. يعني ده المجال يعني ده مجالك فعلا، ده شغلك، فازاي الواحد ما يكونش بيقدر يدي؟ هو مش ازاي، عشان يعني ده طبيعي، عشان انا عارفه اعوض ده بالحاجات اللي بحقنها في وشي، فلاقي ان شكلي في الاخر حلو، لكن هو ممكن يبقى احلى. فاهمه؟ يعني وده الاكزامبل اللي انا برجع لك ليه. اختي مثلا ينزل انيو مثلا كولاجين بوستر، سكين بوستر، حاجه من بتوع النضاره في السوق، فطبعا يا حبيبتي هي الجيني بيك بتاعي اجيبها ومجربه فيها and then I like it and I do it. الاقي تخيلي ان الايفكت عليها احلى مني بكثير. سو قعدت افكر قلت في حاجه مختلفه. I realized فعلا because she's eating healthy، بتنام احسن، فكل دول they end up ان شكلها احسن بنفس البرودكت اللي اتحط في وشي وشها. and we're twins identical genes. Interesting. So the holistic approach is the new era. Yes. لازم من جوه البر. يعني انا تمام من believers قوي في انه هو الانسان على بعضه، يعني عقل وروح وجسد ويعني ونفسيه كل عام. فبالنسبه لي music to my ears بصراحه ان ابتدى يبقى الطب ياخد او خصوصا الطب التجميلي ياخد الدايركشن دي. كنت لسه بتكلم معاكي ان في كان دايما عندي مخاوف لدكتور الجلديه او التجميل زي دكتور النفسي بالظبط، انه اكن في حاجه موقفاني
والأربعين كسرتها. بالظبط. تقولي ايه للناس اللي عندهم نفس المخاوف دي؟ والواحد المفروض يبتدي يهتم بنفسه من امتى او ازاي؟ يعني ايه الخطوات الواحد ممكن ياخدها لو هو شخص مش بيهتم بنفسه؟ يعني مش متعوده ان هي تهتم بنفسها، انها تبص في المرايه، ان في من دول كتير بصراحه. مظبوط. اقول لهم في الاول انه aging is a process، هنعدي بيها كلنا كده ولا كده، بتخض كلنا لما بنقف قدام المرايه او نشوف صورتنا فجاه، وبتحصل اكتر في الصور لما تشوفي نفسك ايه وانا ليه عجزت كده. It's scary. بس انا بتجيلي مع الميك اب لما الاقي عيني بتروح وتيجي معايا اقول لك ده ما كانش بيروح. ايوه. وتيجي تعملي الوينج لاينر تلاقيه يطبع. انا بزعل قوي، افتكر بقى ان ده ميعاد البوتوكس بتاعي. فلا، we all go through this and it's a process and this is the beauty of life. يعني it's a phase هنعدي بيها، مش هينفع نوقفها، هي معناها ان احنا عايشين. ف I don't mind it. But luckily we have tools to work on it. اللي مش عايزه تعمل بوتوكس وفيلرز بقى عندها حاجات تانية كتير بتشتغل على النضاره. if she has this taboo انا مش عايزه احقن بوتوكس and fillers. عندها حاجات. ليه تفتكري ممكن التابو ده يبقى موجود؟ ليهم حق الصراحه. في ناس شكلهم كتير قوي اتغير، في ناس بقى شكلهم فيك، في بنات بقت كلها شبه بعض، في بقى بوكر فيس مودلز، في سيلبرتيز المفروض راحوا لاحسن ناس، شكلهم في التمثيلات بيبقى مرعب. هما بيتكلموا مش عارفه اركز مع تمثيلها من كتر ما رياكشناتها خضاني او خدودها خضاني. فالناس ليها حق انها يبقى عندها التابو ده، بس do your homework، شوفوا ايه اللي حصل و take it bit by bit. لو عملتوا حاجات slowly you'll get there in a very subtle way. Balance I guess. Yes, يعني دايما الاتزان او الاعتدال في اي حاجه. بالظبط، زي الحياه. طيب انت كنت بتتكلمي على السلف كير، وقد ايه قد انت مش مهتمه يعني او الحته دي انه باب النجار مخلع. Yes. ايه اسهل روتين ليكي؟ سكين روتين؟ سهل قوي، محافظه هو ده اللي بعمله. بس لا دلوقتي ابتديت، حطيت 12 برودكت. الاول كانوا هم اربعه: كلينزر، مويسترايزر، هايلورونيك اسيد سيروم، وسان بلوك. ايه اللي غيرك بقى انك تكتري ال اتس ا فيز ام ان دلوقتي؟ حاسه ان انا عايزه اخد بالي مني اكتر، عايزه ادلعها اكتر. حاسه ان انا الفتره اللي فاتت ما كنتش واخده بالي منها كويس، كنت فاكره ان انا واخده بالي منها بس عايزه اخد بالي منها. and this involves this. وبكبر انا كمان، حقبه الاربعينات دي حاجه تانية خالص، فبكبر فعايزه age gracefully. مش بقول لك ان انا هدلي ماي ايجينج، بس عايزه age gracefully. ايه حاجه تانية ممكن تكوني هتعمليها ان انت تعتني بنفسك؟ مي تايم اكيد. عايزه مور كواليتي تايم، مور فيلينجز، اوقات فيها مشاعر. اهلي، صحابي، ضحكه حلوه مع حد. عارفه احنا بعد ما الدنيا بتاخدنا قوي تلاقينا برضو بنرجع كده وننكمش في نفسنا، ونفسنا بس في لحظه حقيقيه، ما بيهمناش بقى ولا كل حاجه بتحصل حوالينا ولا what we achieved. all we need is a genuine moment with someone we love. هرجعك تاني للسلف كير. روتينك بيبقى عامل ازاي في اليوم؟ ده مهزله، انت هتفضحيني يا يارا. لا انا مهزله. بصحى اشرب قهوه على دي. اول حاجه غلط اختي على طول بتهزقني عليها. مش دايما بلحق افطر. I run to the clinic. بقعد في الكلينيك اكل على عجيله وانا واقفه، اشتغل لحد ما اخلص شغلي، وبعدين ارجع البيت dead. وايه اللي هيتغير؟ هصحى already I changed. انا بدرت العياده، يعني خليت عيادتي تبتدي بدري قوي الصبح وعشان اخلص earlier. كان جزء ابتدى من الحاجات اللي ابتدت تاثر عليا نفسيا قوي هو دخولي العياده في الشمس وخروجي في الضلمه. احساس كئيب جدا ان انت بتحسي ان انت اليوم عدى واحداث والناس راحت وناس جت وانت لسه في نفس الحته. ف يعني starting early هيخليني ممكن امشي والشمس لسه طالعه، وعندي more time with my kids at home. عندي more time to meet my friends. عندي me time بقى how I want to allocate this me time. Yes, 100% يعني. فاكيد هيبقى احسن. عايزه اتمرن، نفسي قوي ابتدي اتمرن، وحاسه ان ده مهم قوي ليا بالنسبه لي. سيبك بقى عشان شكلي، خاص عشان صحتي. عايزه اكل صح اكتر. يعني في حاجات كتير قوي دخلتها في الروتين بتاعي مؤخرا.
ان انا لازم اسال السؤال ده، بليز. ايه الجواد بيف بتاعك؟ ايه متعه الحياه بالنسبه لك؟ ممكن تكون حاجه كانت موجوده يعني، حاجه واتغيرت لحاجه يعني برضه. بصي دلوقتي لو سألتيني السؤال ده هقولك ولادي هم متعة حياتي، وأكيد نجاحي. يعني مش نجاحي بمعنى نجاحي، نجاحي مع my patients. أنا بحب، أنا after all I'm a doctor with a message. فإحساسي فعلا متعة الحياة هو إن أنا بعمل حاجة حلوة مع my patients، وألاقي منهم لحظة شكرا غيرتي حياتي، أنت رجعتي لي confidence بتاعي، أنا قدرت أنزل من غير make up، أنا كان عندي المشكلة الفلانية it was affecting my self esteem and you changed my life. دول بجد كلمات بتعمل لي فعلا متعه في حياتي رهيب. هل تعتقد ان انت شغلتك فيها حاجه ابداعيه؟ 100% طبعا. اوصفي في كل حاجه، النظره اللي انت بتبصيها على البيشنت، خلي بالك اصلا انت اللي جاي لك ده واثق فيكي ثقه، انت فاهمه ايه ان انا اقنعك ان انا اشتغل في وشك؟ بصراحه يعني دي حاجه مرعبه. And it needs a lot of trust, mutual trust ما بين الطرفين، يعني فاهمه قصدي؟ فالابداع بيجي في الفيوتشر بلان and the current plan that you plan for your patient. انت ممكن تقبلي and combinations، انت كل ما بتشتغلي اكتر بيبقى عندك خبره اكتر في انك تعرفي البرودكت ده مع ده هيبقوا للسكن تايب ده حلوين قوي، والست دي مثلا she has a full face probably choosing blah 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 will not be the best. وبلس ان انت يكون عندك sense of art كده، في حته artistic جدا جدا في الموضوع. حط مثلا لو هعمل fillers انا هحطه فين بكميه قد ايه؟ وده المشكله اللي كانت بتحصل في حاجات كتير، انه تلاقي ناس داخله تخطخ هنا فيلر وهنا فيلر، حط كتير حط كتير، والعينات end up pillow face. There's a huge art touch in it. انت بترسمي، you sculpture. ازاي sculpturing ده ما يكونش فيه ابداع وما يكونش فيه art؟ It has to be. ايه الحاجة اللي انت ممتنة ليها اكتر حاجة؟ لا ده حاجات كتير قوي. انا ممتنة لكل حاجة حصلت في حياتي، ممتنة لكل النعم اللي ربنا انعم عليا بيها. كل حاجة، مفيش حاجة في حياتي مش ممتنة ليها. ولادي، بيتي، شكلي، شغلي، أهلي، صحابي، كله الحمد لله very very grateful. حاسة إني عايزة أسألك عن التوازن ما بين الأمومة والنجاح. أصعب بالانس في الدنيا، أصعب حاجة فعلا، ودي كانت my ongoing non-ending struggle، ولحد لحظتنا دي I'm struggling with it. ما في حاجة اسمها بالانس، بنحاول وبنجري وراه طول عمرنا، بس اللي اعرفه ان هي ممكن تقسميها فيزز، انه في فيز بتدي البالانس بيظبط معاكي او بتحطي اولوية لحاجة معينة، بعدين بترجعي تعيدي ميزانك تاني وتظبطي. بس البالانس ده محتاج وعي رهيب كمان، ان انت ما تقعيش في الجيلت تريب. انا كنت على طول قلبي وجعني طول ما انا مثلا قاعدة مع الولاد، I'm feeling I'm missing out on my career. طول ما انا I'm working as hard as I can I'm feeling awful toward my kids، وحاسة ان انا اوحش امة في الدنيا، و I wish that one day they know the love I have for them، وانه جزء كبير من اللي انا بعمله I want to leave a legacy for them، to leave something they should be proud بيا ان انا عملتها، and they are الحمد لله دلوقتي بيفتحوا لي stories وماما بصي حطينا ايه وحطوا لك ايه على السوشيال ميديا، this is a proud moment. بس دخل فيها جوايا وجع كتير قوي عشان اظبطه، واحساسي بالجلد، وخلاني اغلط في تربيته، لان انت لما بيبقى عندك جلد تريب ممكن تدلعي وممكن تسبويل، ترجعي تظبطي تحسي ان في حرب دايره على طول، انت دلعتيهم كده ليه يا ريم؟ ما تظبطي، ما انت فاكره ان دلعك ده هيعوض انك مش موجوده. طب اتس كواليتي ولا كوانت؟ عارفه في حاجه شغاله في مخي 24 ساعه، اتس ان اون جوينج ستراجل. بس I think now وصلت الوعي كافي ان انا قررت انه انا اديت لحياتي العمليه جزء كبير قوي من حياتي، بشكر ربنا انه انعم عليا اني اعيش للحظه دي عشان يبقى عندي وقت تاني ان انا اكمل بشكل مختلف. اظن ان اولوياتي هتختلف جدا في الفتره اللي جايه، هشتغل بنفس قدرتي على النجاح وكل حاجه، بس هعمله ليميت، يعني انا مش هسيبه ملوش ليميت زي ما كنت عاملاه قبل كده. يعني ممكن تكون احلى رساله تتقال على جواد بيفري، يعني بصراحه انه هو ده لب الموضوع. صح، يعني هو ده لب الموضوع، انه في الاخر انه مش دايما
الاكتر احسن. صح خالص. دايما ساعات كتير الاقل بيبقى احسن بكتير بكتير، وانت اللي بتوصلي للقرار بنفسك وانت راضيه تماما. لازم. نورتيني. ثانك يو. انبسطت قوي مع الكونفرسيشن دي. انا كمان. واتمنى ان هي تعجب وتفيد ناس كتير يا رب ان شاء الله. ثانك يو.